لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى التابعين ومن تبعهم بإخلاص وصدق إلى يوم الدين. ومع الدرس الرابع من دروس فقه الزكاة في المذهب المالكي، في هذه الحصة أتناول الحديث عن أنواع الزكاة، أي الأموال التي تجب فيها الزكاة. فأقول أنواع الزكاة ثلاثة: زكاة العين التي هي الذهب والفضة، وزكاة الحبوب التي هي الحرث، وزكاة النعم التي هي الماشية. فعن مالك قال: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. وذكرها ابن عاشر رحمه الله أثناء حديثه عن الزكاة في منظومته الشهيرة، قال: فرضت الزكاة فيما يرتصم: عين وحب وثمار ونعم. وذكرها صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه، قال: وزكاة العين والحرث والماشية فريضة. إذن الأموال التي تجب فيها الزكاة، النوع الأول هو العين، وهي الذهب والفضة، وفي حكمهما تلك المعاملات الورقية المتداولة بين الناس، لما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوراق من الورق صدقة. وهي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ذكر ابن خويز من داد هذا، وهو من فقهاء المالكية، قال: تضمنت هذه الآية زكاة العين التي هي الذهب والفضة. النوع الثاني من أنواع الزكاة وهو الحبوب والثمار، وتسمى بزكاة الحرث. ودليل وجوب الزكاة فيها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وقوله سبحانه: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وتجب الزكاة أيضا فيما يقتات ويدخر. والثمار نوعان: التمر والزبيب، وقد نص عليهما النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا موسى الأشعري وسيدنا معاذ بن جبل إلى اليمن، خاطبهما قائلا: لا تأخذوا الصدقة إلا في هذه الأربع: الشعير والحنطة والتمر والزبيب. حديث أخرجه الدارقطني كتاب الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة. ولا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في هذه الأربع، كما ذكر ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد. وأنواع الحبوب 18، نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على الشعير والحنطة، وألحقت بهما 16 نوعا أخرى، التي هي السلت والعلس والدخن والذرة والأرز، وألحقت بهما كذلك القطاني. القطاني أنواعها 7، التي هي الحمص واللوبيا والفول والعدس والجمبال والترمس والبسيلة. وكذلك تلحق بهما ذوات الزيوت الأربع، التي هي الزيتون، زيت الزيتون، وزيت السمسم، ونوعان آخران هما حب الفجيل والقرطم. النوع الثالث من أنواع الزكاة هو الأنعام. والأنعام هي الإبل والبقر والغنم. ودليل وجوب الزكاة فيها أحاديث كثيرة، منها حديث أبي ذر الغفاري
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أوتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى بين الناس. حديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. وقد أضاف بعض العلماء المعاصرين نوعين من أنواع الزكاة يجب أن تخرج فيهما الزكاة. يعني الكثير من الناس يعني يشتغلون فيهما. النوع الأول وهو المعدين والركاز. المعدين والركاز أي الأموال التي أو الكنوز التي تكون في باطن الأرض، وكذلك الذهب والفضة، وتدخل حتى تلك المحروقات، أي ما يخرج من كنوز في باطن الأرض. هذا النوع الأول. النوع الثاني الأموال، أموال التجارة، وتشمل الأملاك المعدة للتجارة والنماء، مثل العقارات والدور. ويعني هؤلاء المضربون في العقارات الذي يعني يبنون يعني شقق كثيرة ويعني دور كثيرة، يعني يستثمرون أموالهم في تلك الدور وفي تلك العقارات. هؤلاء تجب عليهم الزكاة، يجب أن يخرجوا الزكاة في تلك الدور وفي تلك العقارات. كذلك أصحاب أسهم الشركات، هؤلاء تجب عليهم الزكاة. وكذلك أصحاب المصانع التي تدر على أصحابها دخلا كبيرا، هؤلاء كذلك يجب أن يخرجوا الزكاة في هذين النوعين، إضافة إلى الأنعام وإلى الحبوب وإلى العين. هناك أيضا المعدين والركاز وأموال التجارة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.